طيب نبدأ من الدكتور أحمد، من الأستاذ أحمد كامل، حيث قرار ترامب بأنه كما مضى أمر القدس واعتبرها جزء من الأرض اليهودية فوجب على العالم أن يعترف بالجولان أرضا إسرائيلية أو صهيونية أو يهودية. ما قولك؟ أنا مستشار إعلامي للإئتلاف الوطني السوري سابقا، الآن أنا صحفي مهتم بالشأن السوري والشأن العربي. القرار خطير جدا جدا جدا. الجولان السوري المحتل هو أرض احتلتها إسرائيل، سرقتها إسرائيل في عام 1967. في عام 1981 ضمتها، قالت أنه هي ليست أراضي محتلة، هذه جزء من إسرائيل، ولم يعترف أحد بهذا الضم. حتى الولايات المتحدة الأمريكية، الإدارات الأمريكية المتلاحقة لم تعترف بهذا الضم. الآن هذا التاجر ترامب يقول هذه أرض إسرائيلية لأن إسرائيل تحتاجها. يعني هو يعلن نهاية القانون الدولي، يعلن نهاية حقبة الأمم المتحدة. كل حقبة الأمم المتحدة كانت قائمة كما يعلم الجميع على تصفية الاستعمار. الآن يحصل استعمار، مباركة الاستعمار، وهذا أمر خطير للغاية، أن الدول تأخذ من أراضي الغير ما تحتاجه، ما تحتاجه، ليس ما لها وإنما ما تحتاجه. تستطيع فرنسا أن تقول مثلا أنا بحاجة لبحيرة جنيف فتأخذها، تستطيع ألمانيا أن تقول أنا بحاجة للنمسا فتأخذها. الأمر في غاية الخطورة، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هذا التصاعد في المواقف الإسرائيلية الأمريكية تجاه إسرائيل وتجاهنا عمليا، يعني السحب إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في أمريكا، ثانيا الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل، ثالثا الآن الاعتراف ضم الجولان. وهو ينظر لردود الفعل، ردود الفعل ضعيفة، ضعيفة للغاية. حتى عندما أعلن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل رد الفعل كان ضعيفا، فهو يتجرأ أكثر. وبالتالي هذه أيضا سوف تمر، ضم الجولان، الاعتراف بضم الجولان، وبالتالي سوف يذهب إلى الخطوة الأعظم اللي هي التصفية النهائية للقضية الفلسطينية، وما يسمى بصفقة القرن، التصفية مطلقا، تصفية نهائية للقضية الفلسطينية. الأمر خطير جدا، وهو يرى ردود الفعل، وردود الفعل معدومة، ويعرف أن اللحظة مثالية بالنسبة له. مصر يحكمها السيسي، ما في أسخف من هيك رئيس لجمهورية مصر بتاريخ مصر من يوم ما وجدت حتى الآن. في السعودية في ولد فاجر أحمق متهور مجنون اسمه محمد بن سلمان، لم يحصل أنه الحجاز، أنه جزيرة العرب حكمها واحد أسخف من محمد بن سلمان. سوريا يحكمها سفاح قتل مليون سوري، مليون عربي مسلم سني سوري، وهجرت من ملايين عربي مسلم سني سوري ولم يحصل شيء، دمر البلاد كاملة. لم تكن سوريا في يوم من الأيام أضعف مما هي عليه الآن، فيها 10 جيوش أجنبية، 10 جيوش أجنبية. العراق لم يأتي لحظة في تاريخه كان تحت هيمنة إيران وممزق وضعيف وفاسد كما هو الآن. فهي اللحظة المناسبة المثالية، نحن في أضعف لحظة في تاريخنا كله، ليس لدينا ولا دولة واحدة، لا يوجد بين الدول العربية ولا واحدة من هذه الدول تستحق اسم دولة أو فيها حاكم فيه الحد الأدنى من صفات الحاكم الذي اهتم بأمر أمته. أما العالم ففي واشنطن ترامب، وفي موسكو بوتين، وفي المنطقة العدو الإيراني الذي يحتل ويمزق 4 دول عربية، وفي أوروبا يوجد ماكرون، في فرنسا شخصيات هزيلة. لحظة لا يوجد أسوأ منها في تاريخ البشرية.